اهلا بحضراتكم من جديد. نورني وشرفني الناقد الرياضي الكبير الاستاذ خالد الاتريبي. من مساء الفل يا استاذ خالد. مساء الفل يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بص احنا ما طلعناش مع بعض امبارح عشان ماتش. اهم حاجه انت دايما جاهز. اكيد طبعا. طب انت جاهز بقى بايه الحاجات اللي طلعت بيها الاسبوع اللي فات؟ يعني الاسبوع الحمد لله احنا الاسبوع اللي احنا فيه ده يعني. انا قصدي الحلقه طالما فاتت يبقى خلاص فاتت. لا طبعا. فرصدت ايه كنت هتفاجئنا بيه او الحاجات اللي انت كنت ممكن نتكلم فيها؟ لا هو مش موضوع مفاجاه قد ما موضوع حاجات انت بتحاول تلقى عليها الضوء او تاخد بالك منها ممكن ما يكونش حد خد باله منها او ما حدش اداها الاهتمام المفروض تاخده. زي مثلا حاجات مثلا بتلاقي بعض التصريحات المعينه اللي بتطلع في اوقات معينه والمفروض احنا كاعلام بقى او كاماكن كبيره في الاعلام لما بنجبر على بعض الحاجات اللي بتحصل او بتلاقي في مكان معين فاتح الطريق لبعض السلبيات ان هي تحصل فبالتالي المفروض انت كاماكن اعلاميه كبيره ما تنقلش الحاجات دي. بمعنى بلاقي بعض التصريحات بتطلع زي ما بيقولوا كده اللي ما ينفعش انك تنقلها او هي بتبقى موجوده في مكان معين باقتضته ضروره حد معين مثلا فبتلاقي مواقع كبيره بتاخد عامله زي بس حي لتصريحات غريبه الشكل وغريبه النوع ما ينفعش ان هي تتصدر بالشكل ده. فاذا كنا احنا بنتكلم كاعلاميين او كصحافه محترمه او لها مبادئ معينه وليها حاجات معينه وبنطلع او وكمان اللي ماسك الحاجات دي مثلا ناس المفروض ان هي بتدعو للمبادئ والاحترام والاخلاق في نفس الوقت بتلاقي بس حي لحاجات او تصريحات يعني اقل ما يقال عنها ان هي خادشه للحياء. تمام. طب منين انت بتكلمني عن مبادئ واحترام وقيم ومنين بتخلي المكان اللي انت بتشتغل فيه او المكان اللي انت بترقصه بينقل حاجات اصلا موجوده في مكان لو ما حدش او انت سلطت الضوء عليه ما حدش هياخد باله منها. فبالتالي الواحد عايز يلاقي زي ما يعني زي ما بنقول اتبرون الناس بالبر. الله يكون في عون المشاهد. خلي بالك انا عمال اجمع في كلامك عشان افهم يعني انت بتتكلم في انهي حته لان عندنا حتت كتير. لا عندنا حتت كتير. لا لا المشاهد. لا 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 المشاهد فاهم. المشاهد فاهم ان في بعض القنوات زي بقول لك كده بتؤجر بلاش اقول اللفظ اللي انا دايما بقوله عشان ممكن بتؤجر على حساب الهوى. تمام؟ ويتقال فيها اللي انت عايز تقوله. وبالتالي الاماكن دي ما حدش بيشوفها اصلا. مش في رقابه يا استاذ خالد؟ لا ده قصه ثانيه وموضوع كبير. طيب تمام. بس لو اتكلمنا عن الرقابه ما تكلمني انت بقى عن الرقابه الذاتيه. ما تكلمني عن الرقابه اللي اخلاقنا احنا ومبادئنا احنا. لما تطلع تكلمني وتقول لي ما ينفعش ده يحصل وده لازم يحصل ما ينفعش المكان اللي انت بتشتغل فيه تنقل منه او تنقل كلام ليه او تصدره او بتبروزه في اوقات انت بتبقى مستغرب الكلام ده بيتقال فين؟ يعني ساعات بتبقى في كلام بيطلع الساعه 12 والساعه 1 بالليل انت المفروض كصحفي مثلا بتبقى قاعد فجاه بتلاقي في مواقع كبيره بتبس او بتتكلم عن تصريحات متبروزه ورا بعضه فبتقول ده بث مباشر مثلا يعني دي مباراه شغاله عشان تهتم بيها الاهميه دي. انا فهمت كلامك كده. يعني هل ده مهم؟ هل ده مهم بالشكل ده؟ طيب انت لما بتتكلم عن تصريحات لاي مسؤول اكيد فيما يخص المكان بتاعه. طبعا بيخص بتكلمنا عن لعيبتي اخد تصريح عنه بتكلم عن تعاقدات جديده اخد تصريح عنه بتكلمنا عن شكوى من التحكيم اخد تصريح عنه انما تكلمنا عن خرافات اخد تصريح عنه الكلام ده ما كانش ما بيتقالش غير في بعض الاماكن المعينه. انا زعلت النهارده كنت على السوشيال ميديا وفي حاجات كبيره مواقع كبيره بتابعها انا زعلت جدا جدا فعلا كان في حاجه كده ما ينفعش خالص وبعدين انا متابع ان هم بداوا يدخلوا في ما ينفعش اتجاه ما ينف... بداوا يدخلوا في اتجاه واحد. هو ما ينفعش انك في الشغل زي ما بقولك كده مش كل وقت عايز تركب الترند هي بتتقال كده على فكره ده مصطلح في العمل او في شغلنا معروف مش الترند هو اللي هيسوقك الاخلاق قبل كده هي اللي هتسوق القيم والمبادئ اللي انت مسؤول عنها وبتطلع تكلمني عنها هي اللي هتسوقك هي اللي تكون مسيطره عليك. مين اللي بيطلع يتكلم على القيم والمبادئ؟ لا الناس انا بقول لك كل واحد ماسك في سواء موقع كبير انا اعرفه هم قصدك في المواقع يعني. طبعا اوكي ماشي انت المفروض يكون انت عندك فلتر لاي حاجه بتتقال مش كل كلام من اي مسؤول بتبروزه. انا واحد من الناس في شغلي لما بيجي لي حاجه زي كده بقول لا لا ينشر لا يصلح للنشر ما ينفعش
مش كل حاجة هيقولها أي حد مسؤول هتكون مسؤولة. الكلام المسؤول مش شرط إنه يكون على فكرة من بني آدم مسؤول ماسك منصب. المسؤول عارف هو بيقول إيه وكلامه رايح فين وتأثيره على المجتمع إيه. هو ده المفروض اللي يحصل، هو ده اللي المفروض يحكم تصرفاتنا، يحكم كلامنا في شغلنا. أنا بطلع بتكلم عن الصحفيين الكبار اللي بيبقوا ماسكين، وهم على فكرة بغض النظر عن مين ممكن يعاتبني على الكلام اللي بقوله، لكن مش كل كلام بيتقال بيتكتب. حتى لو هو اتقال في مكان قد كده محدش شايفه، أنا كمكان كبير بروزه. تصدق يعني خليني اتناقش معاك. اتفضل. وحضرتك صحفي يعني مش انت يعني كخالد حضرتك صحفي بوزيشن يعني صحفي تمام، وانا راجل مسؤول. انا مسؤول تمام. ايه يعني انت لما تيجي تلومني اقول لك انا باخد كلام حد مسؤول؟ ايوه. انت هتلومني ليه؟ فرضا المسؤول او انت كمسؤول كنت في او وقت معين، هو انا هسألك سؤال، هو كل مسؤول في مكان انت مقتنع انه كان يستحق تواجده في المسؤوليه دي؟ دي غير دي يا استاذ خالد. ثانيه واحده بس خليك، بس كمل معايا. انا اناقشك نقطه ارد عليك. طب ماشي، ما انا بسالك اهو. اتفضل. هل دي لا صح؟ انا مش ذنبي. طب ماشي، مش ذنبي كواحد صحفي. بمعنى انا مسؤول ان شاء الله بقى اطلع بحدف الناس بالطوب. انا مسؤول. لا ما نقلش عنك انك المفروض انك بتحدف الناس بالطوب. طب ليه؟ او انتقد على فكره، حتى لو هنقل عنك ده انتقد تصرفك. ان ازاي ده مسؤول وبيحدف الناس بالطوب؟ لا، ازاي هو فرضنا حد مثلا يعني قال كلام خارج، طلع مره واحده كده كلام خارج على الهواء، انقل انا الكلام ده؟ بيحصل، بيتنقل. ما ينفعش. المفروض المكان ده يطلع ينتقد انه قال كلام خارج في مكان ما، انما ما ينقلش الكلام ده. هو ده المفروض اللي يحصل. لو كنا احنا كصحفيين وكنقاد بنطالب الناس وبنتقد اداء الناس في شغلهم، لابد ان احنا نقيم انفسنا، ولابد ان احنا ما نستناش رقابه من حد، احنا الرقيب. طب ما يمكن هو بيبرز تصريحات. خليني في عبد الحميد حسن. انا ماشي. انا واحد يا عم عمال تمام فاضي قاعد بدي ده طوبه وده طوبه واشتم هنا واعمل ماشي. ماشي. انت صحفي دورك انت بتبرز انا بعمل ايه برضو، ما انا واحد مسؤول برضو. فانت ده دورك. يمكن انت بتعمل كده عشان تقول للجهات الرقابيه خلي بالكوا ده عبد الحميد حسن ده، ايه ده، هو بيعمل ايه؟ طب لما يكون هو اعتدى على الكلام ده، عبد الحميد حسن اعتدى على الكلام ده، وبقى اصبح ماده انت نفسك كصحفي، انت دورك يا استاذ خالد، دورك. خلينا نتكلم بقى في العموم. بلاش في مصر، انا في اي بلد تانية. انت دورك كصحفي بتنقل الخبر بطريقه ان انت بتقول الناس في واحد في بلد مش عارف ايه بيقول تصريحات كذا وكذا وكذا. والناس دي انت كمتلقي بتتلقى الخبر عادي او ممكن تتجاهله، لكن في جهات رقابيه المفروض تحاسب الراجل ده. يبقى انت عملت دورك. على فكره انا نقلت خبر. لا انا في كلامي قلت لك مش كل وقت انت هتستنى الجهات الرقابيه فيه. انت ما انت في وضع مسؤوليه. ما هو ازاي بتكلمني؟ تصدق موضوع صعب والله. لا طبعا مش صعب ولا حاجه. مش عارف لا انا شايف ان هو مش صعب ولا حاجه، وعلى فكره سهل جدا انك تعمل. انا واحد من الناس بعمله على فكره، مش صعب على فكره، وبحترم نفسي اني بعمله على فكره جدا. مش معنى كده ان انا بقول اي حد بيعمل العكس المفروض ما يحترمش نفسه، لا، بس حاول بس تبص لها شويه. بلاش القارئ، بلاش اي حاجه في بيتك انت المسؤول. ولما بتسمع واولادك بيسمعوا الكلام اللي زي كده، هل هتكون راضي؟ بلاش. خليك وانت قاعد في وسطهم وهم قاعدين معاك، اولادك، مش الشخصيات اللي زي كده، مش هتكتب او هتقلب التلفزيون؟ خليك معايا بس للاخر، هتقلب ولا مش هتقلب؟ انت بتعمل حاجه مثاليه. لا مش مثاليه. لا اسمعني اقول لك، انت بتعمل حاجه مثاليه ان انت عندك يعني قيم ومبادئ ان انت ما بتنقلش كلام زي كده. ما هو على لكن فكرة. انا كدور هقول لك بس كمل لك بس كلمه واحده بس. لكن انا كواحد صحفي انت مش قادر تلومني. هتيجي تلومني اقول لك انا بعمل شغلي. انت راجل بتحافظ على قيم، هو بيعمل شغله برضه، فهو مش مدان. هو ممكن يبقى احسن من كده ان هو يعمل اللي انت بتعمله، لكن هو مش مدان. المفروض ما ينفعش تدينه. لا 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 لا، استنى بس. قولي. استنى بس. طب قول لي، انا بدافع، انا بعتبر نفسي ان انا الصحفي. لا لا، هو مفيش حاجه اسمها. طب ما انا صحفي برضه، عارف بكلمك في ايه. ماشي، ما انا بقول لك انا بدافع يعني. في حاجه اسمها لا لا مش انا بدافع. انا برد. بص خلينا نقول
ونقف على الارض ثابته هنا او في كلامي ده انا ما بهاجمش اي حد من الزملاء خالص اكيد طبعا. انا بطالب بحاجه معينه وبقول ان اللي انت بتعمله وفاكر انك بتبروزه ده هيجيب لك مكاسب ابدا. حتى لو جاب لك مكاسب على المستوى القريب فانت بتخسر، بتخسر كتير فعلا. ما خد بالك فعلا. لما المجتمع نفسه بيتدنى في انه يوصل ان يخلي فيه بعض الناس بالشكل ده هي القيمه بالنسبه له وهي القدوه بالنسبه له. لا مش قيمه بقى، لا بالنسبه له لا خالص. ثانيه واحده بس، يعني انا لما انا راجل نجم برضو المفروض الصحافه تتابعني. انا راجل نجم كبير جدا المفروض ان انت تتابعني في كل تصريح بقوله حتى لو انا بقول اي كلام. لا لو انت بتقول اي كلام باستمرار لا، لابد ان يكون في شويه فلتره. طب ما ابراهيموفيتش يا استاذ خالد بيطلع بيدي تصريحات قاتله، وهو اول بس ما بيقرب على المايك كده بتلاقي مليون مايك ومليون قناه ومليون صحفي هو بياخده بيدي تصريحات قاتله بس مش مجنونه. مش لا مجنونة، لا مش بالدرجات دي يعني. مجنونة والله، ما بيطلعش يقول لك فلان ابن كذا وفلان ابن كذا وفلان ابن كذا وفلان ابن كذا. هو ممكن يكون وانا من السويدي بس احنا ما بنفهمش. لا طبعا يعني لا احنا طبعا نفهم سويدي. لا لا شتان الفرق على فكرة خالص. خالص لا لا مش القياس هنا غلط يعني، مع احترامي الكامل للمثال مثل بتاعك او مثال بتاعك. لا 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 انت براحتك، في فرق. بقول لك امثلة انت براحتك خالص. لا لا في فرق، في فرق كبير خالص يعني. يعني والناس عارفة على فكرة، الناس في بعض الناس بدأت تعي وتدرك اللي بيتقال، لكن ما انت برضو بتلاقي الامثله اللي زي كده متصدره. على فكره يعني انا كنت برد مع الاستاذ خالد عشان يبقى في حد بيرد، انا كمان كحد قاعد بيدير حوار بقنع حضرتك بفي وجهه نظر، وجهه نظر بتدافع. لكن انا بتفق تماما مع الاستاذ خالد ان انا كموقع محترم، موقع كبير، لازم احترم نفسي واحترم قرائي واحترم متابعيني قبل اي حاجه، حتى لو كان الخبر ده هيجيب لي مليار متابع. انا متفق معاك جدا جدا، لكن انا كنت بعمل الطريقه طبعا كده علشان بس الناس يبقوا في حد بيرد طبعا. يعني كل الردود اللي انا رديتها متهيألي دي كل الحاجات ممكن اي حد يقول لك انا بعمل الصح وانا بعمل، انا مالي انا بتلومني في ايه. طيب ماشي، عايز تكلم تكمل الحلقه؟ لا لا خلاص، انا كده بالنسبه لي دي كانت رساله مهمه. انت كنت هتعمل ايه لو ما كنتش طلعت معايا؟ كنت هتشيل الكلام ده جواك ازاي؟ لا عادي نعرف نقوله برضه، ما تقلقش بجد. طبعا وبعدين احنا موجودين كل يوم اربع، تعزمني على حاجه عشان انا بخليك تفضفض. ما هو احنا موجودين كل يوم اربع ان شاء الله، وبالتالي حتى دي حاجه زي كده، القضايا المفروض بتناقش القيم والمبادئ والاخلاق دي المفروض قضايا بتعيش حتى لو قعدت سنة اتنين تلاتة بتعيش جداً يعني. جدا 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 جدا. انت حتى ممكن تلاقي ابنك او بنتك يقول لك طب ده هم عرفوا ان انت واحد بتقول اي حاجة، طب هم ليه بقى دايما بيهتموا بيك مثلا. دلوقتي عندي سؤال طرحته للسادة المشاهدين ماشي. قبل ما حضرتك تشرفني وتنورني. تمام، ايه بقى؟ اتحاد الكورة ماله؟ هو المنوط انهي مشكلة فيهم قول لي؟ استنى بس. المنوط اسف، المنوط آسف. المنوط برجاو المنوط انا اسف اسف فعلا. ايه المنوط؟ ما ايه علي. المنوط ماشي، يعني ايه اللي دخلني في المنوط والمنوط؟ ما اتكلم مع عادي. هو المنوط بتنفيذ العقوبه ولا طرح العقوبه؟ فهمتك. ايه ده انا لسه كلام كتير. ماشي كم ماشي. احنا قلنا المنوط ولا المنوط؟ المنوط. المنوط دي وحشه ومش عارف طلعت معلش. فهو مين المسؤول؟ انا كاتحاد كوره بقول لجنه الانضباط خلي بالك في خالد، الاستاذ خالد التربي عمل كذا كذا وتعدى على كذا كذا، اتفضلي. لجنه الانضباط بتطلع قرار بايقاف الاستاذ خالد التربي، ما يطلعش يتكلم بقى تاني بقى، احنا احنا قاعدين فاضيين، احنا عايزين نعمل سلوك كويس بقى. فدلوقتي الاستاذ خالد ما التزمش بحاجه، ايه اللي بيحصل بقى؟ المفروض ان لجنه الانضباط تطلع قرار تاني، ولا المفروض ان اتحاد الكره المنوط باتخاذ الاجراء يقول لها خلي بالك الاستاذ خالد طلع لنا لسانه، فشوفوا ممكن نعمل ايه تاني فيه؟ من وجهه نظري انا يعني؟ لا مش من وجهه نظرك، عايز الصح كمعلومه يعني؟ لا مش كمعلومه، لو ما عند لو صح قول، لو مش صح احنا تطرح سؤال بقى. هو الطبيعي القاضي لما بيصدر حكمه هو اللي بينزل ينفذه؟ ده احنا عايزين نقول على طول. لا لا لا
طبيعي. لا لا طبعا تمام؟ القاضي بيصدر حكم بناء على حالة من النيابة العامة بقضية معينة. المفروض ان السلطة التنفيذية بقى هي المفروض اللي بتتابع تنفيذ القرار ده او الحكم ده ولا لا. بالظبط. صح بالظبط. طيب لو في حالة تجاوز او عدم تطبيق القرار، مين اللي بيتابع؟ القاضي بينزل برضه يشوف؟ لا السلطة التنفيذية برضه او جهة الإحالة. مين جهة الإحالة؟ اللي احالت الموضوع من الاول. عشان كده قلت لك المثال ده ما ينفعش يتضرب هنا. لا هي السلطه التنفيذيه اللي بتاخد القرار ده، ماشي ماشي. لازم هتطبقه. ماشي. دلوقتي اتحاد الكوره لما بيحيل اي حد لاي لجنه مثلا عايز في ازمه للجنه المسابقات بيحلها مثلا. انا عملت حاجه وحشه، ماشي خلينا خلاص حول لك لجنه الانضباط. تمام. وانا قلت لك ما تخشش الاستوديو تاني. ماشي. الاستوديو هنا تاني دخلت. المفروض ان اتحاد الكوره طبيعي انه يحيل الامر ده للجنه تاني مره تانيه بقى. تمام. ان انا ما رحت وتجاوزت. طب انا في بعض القرارات صدرت الفتره اللي فاتت، يعني مثلا انت كنت ممنوع انت كمان، بس قالوا ان انت طلعت وتاني والكلام. لا بقى علينا يعني. ماشي. المفروض دلوقتي خلينا نتكلم ان في قرارات طلعت من لجنه الانضباط، ماشي، في وقت من الاوقات. أوكي. الناس استنت لما ما تنفذش بعض القرارات منها ان يحصل تغليظ العقوبه، وبداوا يشيروا للجنه الانضباط ان الامر في تجاوز منهم او ان هم اغفلوا حاجه او لم يتعرضوا لشيء او لم يتعرضوا لامر ما، ونسيوا ان المفروض اللي يحيل الامر للجنه دي هو اتحاد الكوره اللي احال في المره الاولى. بس هو احال في المره الاولى وعمل دور البطوله ثم ما هو عملش دور بطوله، هو عمل الحقيقه، هو عمل الحاجه الطبيعيه. ما هو طلع تغنى بيه. اوكي. تغنى بالموضوع، احنا اول ناس نعمل كده واول مره نعمل كده وبتاع. ان هم يمنعوني دخول الاستوديو. المهم المفروض انك بتحيل بقى الموضوع تاني، عشان انت امر الاحاله عندك انت دلوقتي عشان تغلظ. طب ما يمكن ما يكونوش فاهمين القصه دي، يعني الناس لسه معينين. عايز ايه؟ والله مبهزر، والله العظيم. عايز ايه بس؟ بص انت عارف انا ببهزر، هقول لك بالمنوط اللي انا قلتها دي. ده انا لو منك اسيبني وامشي اساسا. طب هو اللي مش عارف يروح. انت في مرحله اللي مش عارف هو بيعمل ايه ما يقعدش في مكان. والله ما بهزر. هو انا ما بهزرش. الناس بجد ممكن ما يكونوش عارفين اللوائح، يعني هو خلاص خد قرار وانا قلت لا انا هدخل الاستوديو تاني، هو قال لك بقى خلاص ما لجنه الانضباط تتابع القرار. والله ما بهزر، ممكن يكون عندهم يعني مش عارفين، ما عندهمش درايه كافيه بالقواعد. او طب اسالك سؤال. بس احنا بنقول لهم اهو، احنا بنقول لهم. لا اسالك سؤال. انت لما لقيت الناس مثلا بتسال هو ايه اللي حصل، هو انت مش من ضمن الناس برضو اللي تسال ايه اللي حصل؟ ما تروحش تسال مثلا اللجنه هو ايه اللي حصل؟ طبعا. واللجنه ما قالتلوش اصل انت ما جبتليش. ممكن تكون اللجنه مش عارفه برضو. لا 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 كده بقى انت يعني بص، لا كده ما ينفعش. لا كل واحد في مكانه على فكره. طب انت بقى لما تشوفني داخل الاستوديو بقى، وكل مره داخل الاستوديو انت هتعمل ايه لما يطلع لك قرار؟ لا بص بص خلينا بس. لا خلينا بجد. لا كل واحد ده بجد. لا 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 صدقني، بس كل واحد في مكانه خاصه اتحاد الكوره عارف بيعمل ايه كويس كويس جدا. خلاص احنا خلينا احنا تجاوزنا القصه دي. انا دلوقتي انت بتشوفني هيجي بعد كده اقول لك اتحاد الكوره يا استاذ خالد انت عليك عقوبه ما تطلعش في مكان تاني، وانا انت شايفني بطلع عادي، هيكون رد فعلك ايه؟ لابد انك تتحرك تاخد الاجراء القانوني، تدور على الاجراء القانوني اللي ممكن يحصل ايه وتعمل. انت هيكون رد فعلك ايه لما يجي يوقفوك وانت شايفني كنت موقوف وبطلع عادي؟ انت هيبقى رد فعلك ايه؟ ما انا هعمل زيك بالظبط. مش كده؟ وده يعمل زينا واربعه يعملوا زينا. فوضى. تبقى هي سوف فوضى. فوضى صح؟ فوضى. صح. واحنا كنا طرحنا التويته اللي نزلها مهندس خالد عبد العزيز. مهندس خالد عبد العزيز قال لك لو ميدو معاه مثلا، انا مثلا كنت بفكر رشح نفسي بجد في مجلس الشعب، لو كنت ترشحت لمجلس الشعب كنت بلعب كوره ولا بقى ليها سنه معينه، يعني قول انا كبير يا سيدي ورشحت، المهم يعني بقيت انا عندي في مجلس الشعب او عندي حصانه. هل ممكن تطبق عليا الحاجات الكلام ده؟ يعني طبعا. إيه لا ده؟ طبعا طبعا طبعا. معقوله؟ لا تطبق طبعا. وبعدين على فكره المهندس فرج عامر، بقول بس ما هو فرج عامر، ما هو عضو مجلس الشعب، وقدم التماس للجنه الانضباط، ولجنه الانضباط قبلت الالتماس. معنى انك بتقدم التماس انك معترف. خد بالك من دي كويس قوي بقى، اصل في ناس بتتكلم اي كلام. معنى ان انت قدمت التماس في قرار، خد بالك انا اقصد بالاسماء، وانا يعني ده على مسؤوليه الشخصيه المفروض يعني. المهندس فرج عامر قدم التماس للجنه الانضباط. ولجنه الانضباط طلعت قرار ان هي قبلت الالتماس ده وشالت العقوبه. تمام. طب لما هو عنده حصانه قدم التماس ليه؟
اذا هو معترف بالاجراء القانوني اللي طلع من اللجنه، بيحترم قوانين الدوله، بيحترم الاتحاد، راجل محترم. بس واضح المثال يعني. واضح. لو هو، انا مش عارف انت مين اساسا تاني، ولا انا مش فاهم حاجه يعني. بغض النظر، انا بتكلم، انا بدي مثال عام. تمام. انت بتقول لي لو لاعب كوره عضو مجلس الشعب، لا بقول لك لا، حصل المهندس فرج عامر عضو مجلس الشعب وكان في ضده عقوبه، وكان هو نفسه طلع قال لك انا عندي حصانه لكن قدم التماس. ما كان ممكن يقول عنده حصانه وما قدمش التماس، لكن الراجل قدم التماس والتماس اتقبل. راجل محترم بصراحه، احترم القوانين واحترم اللوائح. ايه تاني طلعت بيه ده؟ انت كان عندك ايه ده حلقه بس الحمد لله عوضناها. الحمد لله. يعني حتى لو الوقت قليل. تمام. بس كلمة المناوض دي اللي بوظت ال، لا لا مفيش حاجة أجل من اللي أسوأ يعني. ماشي. طب إيه؟ عندك إيه تاني؟ لا حلو كده. ما عندكش حاجة تاني؟ شوف بقى أنت عندك إيه؟ نمشي يعني ولا استغربت ولا إيه؟ عندنا مكسب النادي الأهلي إمبارح. طبعًا. بالرغم من الغيابات. تمام. بالرغم من الإيقافات، أنا اتكلمت مع السادة المشاهدين قبل ما حضرتك تشرفني. لكن فايلر ما شاء الله عنده فكر كبير جدًا، كنت اتكلمت قبل كده أنا وأنت برضو ان ازاي فايلر بين الشوطين بيقلب الدنيا لصالحه، وده دور المدرب او المدير الفني اللي هو بيقول عليه، بنقول عليه مدير فني شاطر جدا. اللي هو بقى شايف الدنيا الشوط الاول، وده دور مدير فني بقى، وبيتدخل تدخل فعلي بين الشوطين. وبتلاقي الشكل في الشوط الثاني شكل مختلف شكلا وضوعا. وقبل السؤال ده ممكن نسال حاجه ثانيه؟ اتفضل اسال. نحب نقول للناس هو خلاص انا الاوان ان انت تحكم على فايلر ولا خلاص؟ مش انت بتكلم عن الناس في كل ماتش. لا لا ما خلاص، احنا من زمان. لا لا، في يقول لك الدوري مش معيار، لازم افريقيا. طب مين اللي بيقول كده؟ لا كتير. مش الاهلاويه. هتلاقي حد دسيس كده بيدخل يا بس الاهلاويه خلاص عدوا القصه، احنا عدينا المرحله دي. فاكر معلش هاخد بس بشكل بسيط. لا خد راحتك، خد راحتك. الاسبوع اللي فات قلت لك هنا ان المباريات او البطولات لا تحسم في الملعب فقط، وانت اتفاجئت. جميل. صح صح. ما خدتش بالك حصل ايه الاسبوع اللي فات؟ واخد بالي والله. انت زي ما قلت لك، انا مركز زيك بالظبط. زي ما قلت لك. تمام. في كتير جدا اكيد، زي ما في ناس حابه نجاحك في ناس بيضايقها نجاحك طبعا، وفي ناس عارفه كويس جدا انك مش ان هي مش هتقدر عليك غير في غير بره الملعب. وقلت وهفضل اقول، زي لو انت فاكر ان مجريات اللعبه في ايدك انت بس، وان اداره النادي الاهلي مش واعيه وعارفه ايه اللي بيحصل، تبقى غلطان. لان زي ما كسبتك برضو في الملعب، برضو هعرف اكسبك بره الملعب، لكن بطريقتي، بطريقتي اللي احنا بنتكلم فيها، المبادئ والاحترام، مش الضرب تحت الحزام، ومحاوله حاجات بتحصل الناس كلها عارفاها وبتحاول تعطلك، لكن ده ما بيحصلش. انا بس حبيت ان انا افسر لك ده. صح. لانك اتفاجئت الاسبوع اللي فات، وسبحان الله حصل الاحداث او بعض الحاجات اللي حصلت الاسبوع اللي فات. صح. بتبين لك ان الكلام ما بيتقالش كده، لا بناء على دراسه يعني. الانسان الفاشل يا استاذ خالد، ده اللي قلناه برضه، الانسان الفاشل بيعمل ايه؟ بيمشي في طريق خلاص وفاهم ان الطريق ده هينجحه في الاخر، وبيفشل. بيروح يقول لك ايه بقى؟ طب انا هحاول تاني بنفس الطريق، وبيفشل. ما عشان كده بس المحاولات ده بقى لها سنين. ما عشان كده انت في مكانك. ما هو دايما بقول لك يعني، انا لو انا اساسا ما هو اللي بياخد، وانا بظهري عارف انت بتعمل ايه. اللي دايما بياخد باسباب النجاح هو اللي دايما بيفضل في المقدمه. عشان دايما كده بتلاقي النادي الاهلي هو اللي في المقدمه. مش محليا بس، لا ده قاريا يعني. يا رب يا رب. بس فان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي يفضل مكمل، وهيفضل مكمل على فكره بنفس الشكل، لانه جيل بيسلم جيل، نفس المبادئ اللي انت بتشتغل عليها، نفس الطريق اللي انت بتمشيه، بتحاول تطور عليه، بتبني على اللي قبلك، ما بتهدش فيه. حتى لو كنت على خلاف معاه او على خلاف في وجهات النظر، انت بتاخد بتشوف انجازات اللي قبلك ايه وبتبني عليها، وبتشوف سلبيات اللي قبلك ايه وبرضه بتعالجها وبتبني عليها. وبالتالي عمرك ما شفت حد بيجرح في حد سابق عندك. مستحيل. مستحيل تطلع تلاقي مثلا في ايام النادي الاهلي مسؤول طلع قال لك ده الاداره اللي فاتت او الجهاز الفني اللي فات، هات لي لاعب، لاعب خلينا نتكلم عن لاعب، هات لي لاعب في النادي الاهلي طلع انتقد في مدير فني في سابق. لا هو بص هتلاقي في استثناء بسيط قوي يعني، بس ده بيبقى يعني لا لا لا، بتكلم على 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 بتكلم على المجمل. لا المجمل. المجمل لا، المجمل طبعا زي الفل. انما في انديه ثانيه كتير
يمكن لسه ما يكونش خرج وبتلاقي كلام بيطلع. لا. عشان كده بقول لك انت ليك طريقك المعين وليك اسلوبك المعين في الاداره، وده بيعود برضو على الفرقه وبيعود على كل فرد من افراد المنظومه، وبالتالي زي ما بقول لك هتفضل كده، الامور هتفضل كده. تمام، انت ما جبتنيش على السؤال بس فايلر. خلينا في فايلر بقى، مجالك اهو. اوكي، طبعا فايلر طبعا قلب الناس بتتكلم او بيقول لك التشكيل الخاطئ. الناس كانت بتتكلم بيقول لك التشكيل الخاطئ اللي بدا بيه فايلر المباراه. لا، هو مش قصه تشكيل خاطئ. لو احنا نركز قوي الماتش بلاتينيوم لما فايلر اطمن النتيجه، نفس التشكيل في ختام المباراه، علي معلول لعب في نفس المركز في اخر الماتش ونزل محمود متولي، نفس اللي نهى بيه المباراه هو اللي بدا بيه المباراه اللي فاتت بتاعت المقص. الراجل لما اطمن المباراه بدا يتكلم او بدا يفكر في المباراه اللي بعدها، عشان كده هو عارف الياته ايه. الراجل عارف ان هو مثلا عايز يلعب وليد، انت في فتره مضغوطه مثلا مش عايز يلعب وليد سليمان فتره طويله في المباراه، فريحه لوقت معين واحتاجه في وقت معين. انت بتبقى حاطط كام سيناريو تشتغل عليه، وبالتالي هو الراجل عارف في التوقيت ده هيعمل ايه والتوقيت ده هيعمل ايه. عشان كده دايما بتلاقي في اختلافات في الاداء في المباراه الواحده، بتلاقي في تغيير اصلا بالظبط في الخطه في المباراه الواحده. بالظبط بالظبط بالظبط. حلو قوي كده، ماشي، انا شايف ان كده حلو. تمام، ونشيل بقى شويه من حلقاتنا الدسمه ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله. بس يعني حاول تنسى المنوط اللي انا قلتها لك دي، ما تقولش لحد وحتى ابوك. ماشي، حاضر، ربنا يخليك يا رب. نورت وشرفت. شكرا جدا. شكرا. وقت قليل لكن كان مفيد جدا، واتكلمنا فيه في قضيتين مهمين جدا جدا. انا مبسوط اني كنت معاك، وان شاء الله نتقابل باذن الله في الاربعاء اللي جاي، نكون محضرين قضايا كتير نتكلم فيها ان شاء الله. استاذ، بشكرك. شكرا، شكرا جزيلا استاذ برجاوي. شكرا جدا. شكرا جدا الاستاذ خالد الاتريبي الناقد الرياضي الكبير. نطلع فاصل عشان نستقبل الكابتن احمد فوزي اللي جه يعني بصعوبه جدا جدا.